أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة في النفاس انقطع عنها الدم في اليوم 19، فهل تصلي أو لا بد من تمام 40 يوما؟ المرأة النساء يختلفن في النفاس، منهن من لا يأتيها دم أصلا، فهذه ليس لها نفاس، ومنهن من يأتيها دم يسير في أيام قليلة، ومنهن من يأتي عليها دم يستغرق 40، فهن يختلفن. ولا تترك الصلاة إلا إذا كان ينزل عليها دم، إذا كان ينزل عليها دم بعد الولادة هذا نفاس، تترك من أجله الصلاة والصيام في رمضان. فإذا لم ينزل عليها دم فإنها تغتسل وتصلي في خلال 40، ولو لم تكمل 40، لأن المدار على نزول الدم، فما دام الدم ينزل فهي نفساء إلى 40، وإذا انقطع الدم قبل 40 فهي طاهر تغتسل وتصلي.